ولمعرفة المزيد مشاهدي الكرام ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي. أهلا بك رائد. أهلا وسهلا. يعني كنا نتناقش معك قبل الهواء بحيث أن أوكي حول بيانات التراخي في منطقة اليورو انخفاضة لكن بصورة طفيفة. هناك أيضا تصريحات بالنسبة للاغارد بتأجيل خفض الفائدة. كيف ترى أو تقرأ تصريحات كريستين لاغارد؟ حقيقة خلينا نشوف البيانات أولا. البيانات أظهرت أن قطاع الخدمات هو الذي يواجه صعوبة بالانخفاض نحو مستهدفات المركزي الأوروبي، ولكن قطاع السلع وقطاع السلع الأساسية يعتبر يعني متراجع نسبيا، وهذا في إشارة ضمنية على أنه يجب التمهل بعملية تقليص أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي حتى لا يكون هناك يعني عودة للتضخم للارتفاع مرة أخرى. وأيضا أيضا في عنا يعني نحن بنعرف إنه القطاع الخدمات يتأخر بعض الشيء لحتى يكون في عنا تراجع في أسعاره وبالتالي اتجاه نحو المستهدفات. في ملخص الوضع تحتاج المنطقة الأوروبية إلى التمهل في عملية تقليص أسعار الفائدة في ظل وجود سوق عمل جيد، معدلات البطالة منخفضة، ولكن لا يزال النمو أو الناتج المحلي الإجمالي تحت ضغط كبير بنتيجة ارتفاع أسعار ارتفاع أسعار إجمالا الفائدة وارتفاع تكاليف الاقتراض، وبالتالي ذلك يؤثر على الأعمال التجارية بشكل عام. بنشوف اليورو ممكن يواصل الضغط بالاتجاه الهابط أمام الدولار الأمريكي، وممكن نشوف مرة أخرى قاع جديد خلال الشهر الحالي اللي احنا موجودين فيه. رائد، إذا ما تحدثنا أيضا عن الذهب، نتكلم عن الذهب، يعني الذهب عانى من تراجع خلال يونيو في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة، كيف ترى تحركات الأسعار خلال المرحلة المقبلة أساساً؟ أعتقد أنه حتى إذا نظرنا إلى الذهب حالياً، ما هي المقومات اللي ممكن تنزل الذهب أكثر؟ هناك عوامل تدفع الذهب بالاتجاه الصاعد أكثر من الهبوط. نحن عم نتحدث أولاً اقتراب بموعد تقليص أسعار الفائدة، شنو وبين راح نتجه بهذا الاتجاه من قبل الفدرالي الأمريكي. ثانياً نحن عم نشوف موجة بيع قوية تحدث حالياً على أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وعم نشوف هذه الموجة تعني عدم الرغبة بالمخاطرة وبالتالي اتجاه أكثر نحو ملاذات آمنة. في نفس الوقت التوترات الجيوسياسية تغذي ارتفاعات أكثر على أسعار الذهب، بالتالي يعني نحن بنشوف الذهب وإن كان هناك هبوط تكتيكي خلينا نقول أو عمليات خلينا نقول هبوط مؤقتة ومحددة عند مستويات 2300 دولار، نحن عم نشوفها أكثر هي عبارة عن منطقة ضيق تداولات consolidating، ومن ثم ممكن يكون في عنا ارتداد قوي بالاتجاه الصاعد ربما مع تدخلات جديدة من الصين التي كانت أوقفت الشهر الماضي أو من شهر ونصف تقريبا عمليات شراء جديدة للسنترال بانك، ممكن يعود مرة أخرى للضغط بالاتجاه الصاعد. ولكن عديد من العوامل خالد التي تدعم أسعار الذهب، ربما زيارة ل 2300 دولار الأونصة مرة أخرى ومن ثم ارتدادة قوية تضعنا فوق مستويات 2600 إلى 2700 دولار بنهاية تعاملات هذا العام. إذا ما ذهبنا أيضا، نذهب من الذهب رائد إلى الدولار. الدولار نتابع اليوم أدنى عند أعلى مستوى بشكل مختصر أمام الين عند 161 ين. يعني ما هي الخطوات المحتملة المترقبة من البنك المركزي الياباني بشكل مختصر؟ صحيح، شفنا البنك المركزي الياباني دخل قبل ذلك، كان التدخل ساهم بهبوط الزوج إلى مستويات 156-154، ومن ثم عدنا مرة أخرى اليوم نحن نناور فوق مستويات 162. طالما أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الارتفاع وهناك هذه الفجوة الكبيرة ما بين الاقتصاد الياباني والاقتصاد الصيني الأمريكي، سوف نواجه هذه الأسعار الارتفاعات. الصورة واضحة. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا لك رائد.